تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، كيف أحوالكم؟ شوفوا ده الصف يا إخواننا، يعني نحن الآن في أزمة بتاعت صفوف صفوف صفوف. أحسبهم معي كم عربية، يا كافي البلاء يا كافي البلاء. اللقطات دي زي ما شايفينها من بانت، يشلاق بانت، يشلاق اللي كنا بنسكن فيه في يوم من الأيام. كويس، لينا معاه ذكريات جميلة. ده الصف يا أخواننا. عبد السلام قليبة، أهلا بك عبد السلام، دائما أول تعليق ما شاء الله عليك يا أخي، لك التحية والتقدير والتجلة. دي الصفوف يا أخواننا، دي الصفوف، دي الصفوف. الجاز في البلد وأزمة البلد وكارثة البلد كده. ذكرتكم أيام كنا بنعمل اللايفات دي، أيام بعملها من العربات قبل سنة وحاجة أو سنتين، مش كده؟ وقت ناس سلمني بس شغالين يعتقلوا فينا ما مخلينا نعمل أي حاجة. عفوا، كيف أحوالكم؟ لك الله قولي بسم الله. بقول لك طوالي يا النور يا أخي، تسلم يا أخي، معتصم النور. أقوله طوالي يا أخي، كيف أحوالكم؟ ده صف يا ناس، ترى بالمناسبة أنتم ما تكونوا نمتوا يا جماعة، هوي. لا حول، ده صف يا ناس، ده صف للوقود. أزمات البلد التي ما فتئت أن تزيد. لاحظوا يا أخواننا، حتى البساطة السفرية هنا ما شاء الله تبارك الله، الله يزيد ويبارك، قولوا أمين. ما شاء الله، صفوف 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 صفوف. نفتش في شقوق شقوق شقوق، مش كده؟ ده الصف يا ناس، دي البلد. تحية للجان المقاومة يا اخواننا، تحية للجان المقاومة مثلا وثلاث ورباع، وهم قايمين بخدمة الوطن ده على اكمل وجه. التحية لهم وهم رجال الحارة. مرحب فرح احمدية، حياك الغمام، الرجل الفارز الكتيبة والسرية. نحن الان قدامنا الصفوف، ملاحظين الان دي كلها صفوف. يلا لغاية ما ندخل في الموضوع، ساعدونا باللايك والشير يا ناس، ساعدونا باللايك والشير يا ناس. ايه لازم ضروري الان لايك وشير، اللايك اسفل الفيديو على يمينك، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار. عدة البداية وترسانة الانطلاق، دارين كتائب وفيالق وألوية تكون مسؤولة بس من الملصقات التعليقات. أبو أسامة بقول لي الوضع لا يحتمل، لابد من تغيير، هذا ما قاله أبو أسامة في إحدى التعليقات. ده صف واحد ترى يا جماعة، هوي بالله الذي من جمنفق بن درمان قدامه زي بنص كيلو، لغاية السلاح الطبي، لغاية السلاح الطبي. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، والله العظيم يا أخي دي كارثة عليل. بيقوا صفين السينا، لاحظوا لين بعدها بيبقوا صفين، أو قبلها كان صفين، فضل بس يتم الثالث. وما شر الثلاثة أم عدو. كيف الأحوال؟ إن شاء الله بخير يا إخواننا، ومساكم سعيد، وإن شاء الله ربنا يسعد أوقاتكم بالخير والمحبة. يا إخواننا أولا بعتذر لكم، الكهرباء قاطعة عندنا في أم درمان، لذلك أنا شغال جرلية ترحال عشان أصور لي حاجة. تخيلوا يا جماعة البلد دي وصلت لوين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، زي ما ذكرنا قبل شوية باللايك والشير يا إخواننا، اللايك أسفل الفيديو على يدك اليمين، مشاركاتكم يا إخواننا مشاركاتكم ضروري الآن. طيب، انتشرت أنباء في الساعات الفاتت، في الدقائق الفاتت، أنباء بتتحدث عن فرج قريب، أنباء بتتحدث عن إنه الآن في أربعة بواخر محملة بالوقود حتصل صباح الغد إلى بورسودان، وحتحل أزمة الوقود لثلاثة شهور. وخرجت معلومات أخرى تتحدث، خرجت معلومات أخرى تتحدث عن إنه 79,000 طن من الوقود وصلت قبل شوية. طيب انا قاعد اقول لكم دايما الحقيقه حقيقه، والاحباط احباط. لو دايرني اخدعك كان ممكن اخادعك، لكن الحقيقه غير كده يا ناس. اوي بغايا واحده ما وصلت المينا، وبغايا واحده ماشي تصل المينا، ما بعرفوا الكلام ده، ناس الخرايط وناس اللقطات الجويه وناس حركه الرصد هناك، ما في ولا بغايا وصلت. نركز في الكلام ده، بغايا حمراء عشان يكبوها على مستوى الوقود، ما في البتة، ما وصلت. وغريب الليلة منعم سليمان كتب قال انه البلد مرة بكارثة، ما مرة بكارثة يا منعم. قال لك منعم سليمان انت بتتكلم ساكت ولا شنو؟ نغالط عيوننا؟
ما شاء الله البلد رخاء وسخاء حيثما سرنا وحيثما ذهبنا واينما كنا. ما شاء الله من سنة 2001 الواحد ما شاف له صالون هنا صف بتاع جاز، من سنة 2001 الواحد ما شاف له صف بتاع عيش. نصت لك يا منعم سليمان، انت ما قلت الحكومة تعمل في تناغم برتك، انت ما قلت البلد ماشية كويس. غلطان اللي بيصدقك يا منعم سليمان، غلطان اللي بيتابعك، ما غلطان انت، لانك انت شخص بلا وزن. تم صناعتك زي ناس خالد شنو ديل صناعتهم من صلاح جوش وخطهم في المشهد السياسي، لكن ما كانوا مؤهلين سياسيا بالوعي اللي يخليهم يوصلوا الحقائق. لذلك كنت مكسورا للاحزاب السياسيه تسمع ما يقولون وتتلقف الكلام مثل الببغاوات ثم تاتي وتردده. هذا الكلام مزعج وهذا الكلام مؤلم يا منعم سليمان، لانه انت وجودك عدم والاختلاط بك ندم، وعرفت حاجه مؤكده انه الابتعاد عنك ظفر والجنه معك صغر. دي حاجه ولا دايره لها كلام اساسا، واكتشفنا انك في الفكر قصير العلاوه معلش يا جماعه اللايف قطع قبل شويه. فزي ما قلنا نحن يعني اللايف انا ما اعرف يكون وصل لكم كلامي ولا لا، لكن انا زعلان من منعم سليمان لانه كان بيخدر في الناس في الوقت اللي فيه الازمات، وانا جاي اقول كلام حار في اللايف ده ما اي زول غادي يحمله. عشان كده المساكين اللي ما بيحتملوا كلامنا السخن انسحبوا بالراحه مشكورين عشان ما يسمعوا حاجه تعلمهم، والناس اللي القحاته اطلعوا ساكت، ده الافضل ليهم يعني. فقلنا لمنعم سليمان يعني انه انت في التفكير يعني قصير العلاوه مفرط الحمق والغباوه، وانك يا منعم سليمان وجودك عدم والاختلاط بك ندم، وتاكدنا تماما انه الابتعاد ومقاطعتك ظفر وان الجنه معك سقر. دي حاجه ولا دايره كلام، لانه ثبت لنا انك انت متساقط على الشراب ولو متساقط كتساقط الذباب على الشراب، وكذلك ايضا مطاير تطاير ومتهافي تهافت الفراش على الشهاب. فعموما ده الحاصل الان قدامكم زي ما انا بسيت قبل شويه. الحاصل كالاتي، ما في اي يا جماعه حاجه وصلت ولا في حاجه واصله، نحن تاكدنا من مصادر القرار، تاكدنا من معلوماتنا غير المعلومات اللي بيضللوا بها الناس، في الوقت اللي كنا نقول انه البلد مقبل على ازمه وقود قبل 5 شهور في لايفات، وقت كنت اقول الوقت ذاك بيجي زي منعم سليمان بيسمع اللايف بتاعي بيمشي بيكتب في صفحته بيقول الثوره المضاده، الوقت ذاك كان شايله معي، قبل ما اتكلم هو طبعا بيحاول يضرب بدون اسم. نحن بنضرب باسم يا شاب، فانت كان عندك حاجه امشي الغباء، كان بيمشي بيكتب بيقول الثوره المضاده، هسه الثوره المضاده منو يا منعم؟ الان اتاكدت انك انت الثوره المضاده اللي كنت بتخدر وبتغش في الناس، يا هذه الصفوف الان ما تديك مساحه، انظر الى حال الناس، الان يا دوب قلبك لان عليهم، اتذكر وقت انت كنت بتضحك بفجائع الحريه والتغيير، على اي حال، الكلام كثير جدا، الكلام كثير، الدعم السريع بيفتتح مستشفى وبتترسم فيها صورة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وهو خاش على المستشفى، وانت اول ما تعاين في الصورة زي ما ظهر هو موجود. اللقطة دي بتعني شنو؟ واظهاره في الوقت ده بيعني شنو؟ بيعني التكريس لسطوة العساكر على مستوى الدولة كما نظن المدنية، والتي تحدثنا عن انها ربع مدنية. وكذلك ايضا بعض الناشطين يتحدث عن ضرورة الانتخابات المبكرة، وذلك لان يد العسكر غطالت وابتعدت الازرع فيها. اخواننا انا مراقب الشارع وبتكلم كويس، لكن في نفس الوقت انا ما سايق يعني كويس، انا ما سايق، انا ماشي بترحال وبكشف في الشارع وبتكلم، وممغوص على بلدي وممغوص على وطني. خليكم من كوادر الاحزاب اللي بتيجي تعلق تشتم وتكذب وتشكك وكده، خلونا من نادي اللي بينبذوا ديل كوادر الاحزاب دائما وابدا، لكن تعالوا نتكلم عن الحاصل في البلد دي الليله تعالوا نتكلم عن ازمه بيجا المواطن ما قادر يجيب صف العيش. الزول اللي بيجي شايل صف عيش الناس بيزغرطوا له زي العريس، النسوان اللي فيه بيزغرطوا له، والرجال اللي فيه بيصفقوا له، والاخرين اللي بيمسكوا نفسهم بيتحصبنوا، فهمت؟ وبيحمد الله على ما اتى هذا الرجل من ملك عظيم لما يشوفوا شايل لك يزعيش وماشي. الليله البلد بقت اي مواطن فيها بيتكلم زي الغراب الراس مقطوع بما فيهم انا ذاتي، البلد دي كلها بقت اي زول بيتكلم زي الغراب الراس مقطوع، هو ما عارف ذاته الحاصل، بقينا ذاتنا دايشين وفي عالم اخر ما شايفين، والوضع وضع ملخبط كده وجايط وغايته، الناس قالوا عايشين، دي دولتنا الان كويس؟ دي دولتنا خلاص. قبل اليوم كنا لما نجي هنا كنا بنقول لكم ها هنا يكمن الفراعنه،
كويس كده بنقول الكلام ده قبل ما يسقط البشير، لما نجي قدام الغفر الجمهوري وبنقول هنا الهارونيين والامانيين ولا القارونيين، الان بنفس هنا قارونيين وامانيين من عساكر ومن مدنيين هم يقبعون الان هنا في هذا المكان الغفر الجمهوري. كويس، لذلك حياه المواطن اصبحت في خطر، وحياه المواطن الان اصبحت في كف عفريت. حياه المواطن الان، وزاره الصحه قبل قليل على لسان الوزير اكرم التوم تعترف بان هنالك حالات قد يعني توفاهم الله داخل المستشفيات وبسبب انقطاع التيار الكهربائي. يا دوب الليله حتى عرفتوا الكلام ده، يا دوب الليله حتى تاكدتوا من الكلام ده، يا دوب الليله حتى جاكم الضمير يا وزير الصحه تتكلم، يا ما عندك ضمير، يا دوب الليله جاك عشان تتكلم، ما تكلمت ليه لما الفيديو لافي في السودان كله وكل الناس بيمرقوا اولادهم واهلهم من المستشفيات من غرف الانعاش جارين جري عشان يمشي يوصلهم مستشفى ثانيه. طبعا القحاته لسانهم طويل ورصينهم فاضيه، بيجوك ناطين يقول لك دي مساله المستشفيات لانه في اللي سيما شنو ديك البوابير المفترض تكون جاهزه، البوابير يجيبوا لها جاهز من وين يا المذيعه دي قالت شنو؟ السمية الازرق بسمات قالت شنو؟ اي يلا يلا كده وريني جيبوها منين هذه الاشياء. انت داير جاز مف، انت داير بنزين مف، والمولدات دي اغلبها بالجاز شغال على مستوى الجاز، هتعمل معاه شنو؟ المواطن يموت، المواطن يضيع. لك الله يا سودان، ولك الله يا وطني، ولك الله يا بلدي. لابد من ابتعاد الاحزاب السياسيه الان عن المشهد السياسي. اللي بيسالوني يا احمد الضي طيب ها الحل شنو بعد الجوطه دي؟ بقول لك الحل انه الاحزاب يتعقلوا ويفهموا ويعوا ويدركوا ومعاهم كوادرهم، الضعيفين فيهم الكويسين، التعبانين فيهم القويين، يعرفوا انه حياه المواطن اهم بكثير من صراعهم السياسي، ويفهموا انه حياه المواطن وكرامه المواطن اهم بكثير من انه يجيبوا ديك مدير الجامعه ولا ديك وزيرة كذا كذا. الليلة بيطلع محمد وداع مدير الكهرباء بيطلع الليلة في الإعلام وبقول مشكلة الكهرباء ما حتتحلى إلا بعد رمضان، إلا بعد رمضان، وغد تتفاقم الإشكاليات في التيار الكهربي. يا ناس محمد وداع صديق صلاح قوش، الصحفي محمد وداع وتحلة صلاح قوش وصديق عمره وحبيبه ونجيه وخليله وصفيه، الليله بيجي بيتكلم ليه اللي هو من حزب البعث، اللي هو من حزب البعث اللي بيتبع له محمد حسن بوشي، رغم انه رجل مناضل لكن محمد حسن بوشي ما بيجرؤ على انه يكون واضح يقول الحقائق دي لانه ديل كوادر حزبه. يجب انه يتكلم لنا الليله عن محمد وداع بكل شجاعه، عن صداقه محمد وداع لصلاح قوش التي تعلمها جيدا ويعلمها كوادر الاحزاب السياسيه. الليلة محمد وداعة بيطلعوا بيقول لنا بعد رمضان المشكلة قد تتصلح. انتوا عارفين الكلام ده معناه شنو يا سادة؟ الكلام ده معناه مزيدا من الأرواح، الكلام ده معناه المستشفيات شغالة بتعمل في عملية بتاعت أشياء بيقولوا شنو في العناية المركزة المكثفة، خلاص العناية المركزية الزول بيعملوا لك في عملية الكهرباء تقطع، الأجهزة تفصل. محمد وداعة قال الكلام ده بدون خجل، بدون ما يشتري ادنى مقومات حقوق الخجل، بدون اي حياء او وعي سياسي، لم ينظر الى حال المواطن الغلبان. الوداك تستلم الاداره شنو يا محمد اسم يا محمد اسمك منو وداع اسم الداك خليه براو كمان كويس محمد وداع، الوداك تستلم الاداره شنو وقت انت تعبان وضعيف وما كف، وقت كوادر حزب البعث الان هم داخل الكهرباء وفاشلين فشل ما بعده فشل. الليله فشل الكهرباء بنحمله للاحزاب السياسيه وبالاخص حزب البعث العربي الاشتراكي اللي بيدعي انه عربي، لانه الممثل بتاعه في المجلس السيادي صديق تاور بتعود اصوله الى شمال سوريا، اي نعم من الشوام الرجل ومن ابناء ميشي العفلق. على اي حال الليله حزب البعث اللي تشاكل وسيطر على وزاره الكهرباء الليله بيتحمل مسؤوليه الارواح اللي فقدت. ما تقول لي النظام البائد، ما تقول لي الدولة العميقة، أنت استلمت لك 6 شهور عديتوها شراب شاي ونسى وضحك ونغتال الناشط ذاك كيف وننبز ذاك كيف ونحرق الشخصية دي كيف وأجيب صاحبتي دي كيف وأجيب خطيبتي دي كيف معي هنا في الكهرباء وزوجتي وصاحبي وصاحبك وشلتي وشلتك،
الآن يهم ليتولينا وزارة الكهرباء بلاوي ومشاكل. الآن حزب البعث العربي الاشتراكي اللي فشل في العام 1986 في الانتخابات من انه يجيب دائرة واحدة، الشعب السوداني رفض يصوت له، دائرة واحدة ما قدر يجيبها. حزب البعث العربي الاشتراكي اللي ما عنده اي امتداد في السودان، الليلة بيجي بيسيطر على وزارة الكهرباء، الليلة بيجي بيسيطر على وزارة الكهرباء. اعرف يا حزب البعث، بعد شوية المواطنين حيشيلوكم يجدعوكم من الوزارات دي وحيقول لكم لو العساكر بيحلوا مشكلة الكهرباء مرحبين. بعد ده المواطن هيقول لكم مرحب بالعساكر. وانتوا الكلام ده ما تفتكروا الدنيا كلها الفيسبوك، الفيسبوك ده اكتشفنا انه ولا 2% ولا 2% من الحاصل ده صف قدامنا. اكتشفنا انه وده كناك كده صف، وده صف خلاص، ده الصف يا هو ده ماشي كويس. اكتشفنا انه الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي هم ولا بنسبة بعد 1% او 2% مما يحدث خارج العالم الافتراضي. امشي شوف العالم الحقيقي، تعال شوف الناس وتحسسهم في ازمة المواصلات، الناس الواقفين الما بتشتغلوا بهم الوزراء ولا بقيفوا بهم المسؤولين. امشوا اسألوهم سؤال، قولوا لهم يا ناس بس حلفناكم وسألناكم بالله، ها تعالوا شوف الوزراء ما شغالين بالموضوع ده. اسألوا المواطن، قول له لو العساكر بيجيبوا الكهرباء وبيحلوا مشكلة الموية ومشكلة المخابز والمشكلة بتاعت الغلاء الحاصلة، ولا نحن الحرية والتغيير؟ والله وبالله حتتصدموا بإجابات 90% الليلة من الشارع حيقول لكم لو العساكر بيحلوها يحلوها. أقرب مواطن حيقول لك نحن صرنا لشنو؟ امسك الجن امسك الشيطان، ما عندنا دخل، نحن دارين نعيش حياة كريمة. عذرا يا سادة، أنا لم أتعود أن أقدم لكم مثل هذا الخطاب، لكن دي الحقيقة الماسلة قدامنا في الشارع. عشان ما يجوا يخدروكم نشطاء الأحزاب باللايفات بتاعتهم المضروبة ويجي يكذبوا لكم ويقول لكم لا المواطن مع الأحزاب، ما في مواطن مع أحزاب. الآن الثورة بقت ما ثورة شعب، الآن الثورة بقت ثورة أحزاب. لذلك المواطن السوداني كريهة وابتعد عنا، لأن المواطن الآن بيشوف إنه كيف يشيل الأحزاب حتى يبدأ ثورته من جديد عشان نواصل في مراحل البناء. لأن ثورتنا الحقيقية تمت سرقتها بامتياز، لأنه نحن ما شلنا كوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من وزارة الكهرباء عشان يجوا يتردموا فيها ويترمتلوا فيها ناس حزب البعث العربي أو المدعي إنه عربي. خلاص نحن ما شلنا البشير عشان يسيطر حزب البعث. الليلة مشكلة السودان كلها نحن بنحملها لحزب البعث، الليلة مشكلة السودان في الكهرباء بنحملها لحزب البعث. كوادره فاشلة، كوادره تعبانة، عبارة عن ناس قاعدين لاغتيال شخصيات الناشطين زي الحزب الشيوعي. الليلة لما مسكوهم إدارة الكهرباء يا هم فشلوا فشل زريع. يا أخي عودوا من حيث أتيتم يا أخي. يا أخي المواطن كفاه آلام، كفاه جراح. المواطن صاحب الوجعة بيجي بيكتب في اللايف ده بيقول والله كلامك ده الحقيقة، لأنه نحن متوجعين حقيقة. أما الكادر بتاع الحزب بيجي يقول لك يا زول دايرين انت مالك شكرا حمدوك. ده المستشار ده اللي بيكون من الحرية والتغيير، ده اللي بيكون مسكين ساكت ما عارف قاعد وقبيه وطر وما جايب خبر، فهمت؟ هو ما عارف المطر كابة وين، ولا الموية ذاته كثيرة في حتة، ولا عارف الكهرباء جات ولا قاطعة ذاته. اللهم نصيبة كده وقاعدة. لذلك الآن الشارع السوداني يا سادة يحتاج إلى إعادة الثقة، ولكن إعادة الثقة هذه لن تأتي إلا بكوادر وطنية مستقلة غير محزبة سياسيا. الآن الأحزاب السياسية الموجودة ما دخلت في شيء إلا أفسدته البتة وإلا أتلفته ونزعت صيغة الشارع منه. لذلك على الأحزاب السياسية أن تكون أكثر وعيا وتعقلا وتدرك، يعني الأحزاب عليها إنها الآن تعرف، الأحزاب السياسية يا جماعة عليها الآن تتعامل مع الوضع الراهن ده بحقيقة، عليها تعرف انه مسألة القبول والمحبة دي امر الهي. يعني ربنا يعني الناس بيقوا ما بحبهم، الاحزاب الان بقت مكروهة في الشارع، يعني بلخص الشيوعي والبعثي الان مكروهين مكروهين مكروهين. فيلا ليه انا داير افهم الاحزاب يعني ليه ما قادرة تتقبل حتتين الان هي ما مقبولة في الشارع؟ ليش يا جماعة كده ورونا كويس؟ وحتى السائق جنبي بيضحك لانه الكلام ذاته غريب غريب جدا يعني كويس كده. ورونا بس انتوا الاحزاب السياسيه ليه ما دارين تتقبلوا حته انكم انتوا ما مقبولين؟ والله بضحك شو والله الكلام جد هؤلاء الناس صعبونا جدا يا اخي، ليه ما دارين؟ فدي نقاط لابد الناس تراجعها بشكل واضح ويجب. يا اخواننا كثروا لي من اللايك والشير، يا اخواننا كثروا الشيرات، الشيرات بتاعتكم دي
200 شير الان، ال 200 شير دي القحاطه بدقوم لهم في ربع ساعه، كثروا الشيرات دي لما القحاطه زادوا ما يعرفوا يسووا شنو، خليني اضربوا هؤلاء الناس، كويس كثروا اللايك كثروا اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، دارين ملصقات، فده الوضع الان، حياه صعبه، وضع نكد، مواطن ما لاقي حريته، ما لاقي كرامته، مواطن بيصحى من الصباح، من الصباح كايس لقمه العيش، مواصلات ما يلقاه، عيش ياكله في بطنه دي ما يلقاه. انتوا احزاب جابوكم عشان تحلوا مشكله الناس ولا عشان تتصارعوا كاحزاب؟ كانوا يورونا انتوا جابوكم يودوكم وين يعني يودوكم وين؟ انتوا جابوكم لشنو؟ هل الاحزاب السياسيه الان الناس جابتها عشان هي جابت رقبتها طبعا، لكن الاحزاب السياسيه انتوا جيتوا فزع ولا وجع؟ طيب ما كده حمتيها خير منكم هسه؟ انتوا هسه كده ما قاعدين تشكلوا في فهم المواطن البسيط بانه حمتيها خير منكم. انتوا الان شكلتوا في وعي المواطن انه حمتي افضل من الاحزاب لانه حمتي بيحل الازمه. انتوا حسستوهم بكده. وين قروش الدوله؟ وبالمناسبه يا اخواننا كمان في موضوع ثاني مؤلم خلاص. اخواننا تتخيلوا الاحزاب السياسيه مشوا ودوا مبلغ بتاع 4 مليار. اسمعوا الكلام ده ولو انا كاذب داك ياو الغضاء يمشي يتوجه يفتحوا فيه بلاغ. الاحزاب السياسيه توجهت بمبلغ بتاع 4 مليار جنيه اللي هو 4 مليون مشت توزيعها على لجان المقاومه، مشت توزيعها على مستوى لجان المقاومه كويس، نزلت القروش وفي ناس من لجنه الميدان بتاع الحريه والتغيير ودوا القروش وين؟ ويا اللجنه الميدانيه للحريه والتغيير وي طلعوا القروش دي، طلعوا ال 4 مليار خلي غشيتوا الناس ببيان مضروب، طلعوا. لا انا ما حاسيب الموضوع ده ولن يهدأ لي بال ولن ارتاح ولن اشم طيبا لغايه ما اصل انه اعرف ال 4 مليار رجعتوها ترجعوها. ويا اللجنه الميدانيه اللي وقعتوا على فضل الاعتصام، ما تخلوني اذكر زولكم الوقع. اللجنه الميدانيه بسرعه كبيره جدا وبشكل عاجل ترجعوا ال 4 مليار دي. ترجعوا ال 4 مليار. ترجعوا ال 4 مليار دي لمحلها جات منه هناك. ترجع ال 4 مليار. 4 مليار. قال دايرين نوديها للجان المقاومة، هو رجال المقاومة قال لك دايرين قروش؟ هو رجال المقاومة شحدوك قال لك دايرين قروش؟ أكثر ناس تعبانين وأكثر ناس مجتهدين وأكثر ناس متحركين لجان المقاومة، وبعد ما طلبوا منك قرش. تمشوا يا الأحزاب السياسية ما تخافوا والله عبر لجنتكم الميدانية المسيطرة عليها الأحزاب السياسية. تمشوا من هناك، أنتوا لجنتكم الميدانية دي ما دايرين تقتلوا بها لجان المقاومة. تمشوا تقولوا في 4 مليار؟ شوف الفضيحة، شوف الكارثة، هذا مجافي، هذا منافي، هذا رهيب، هذا عجيب. دي مسألة لا يمكن السكوت عليها، وأنا ما حاسكت عليها البتة، النقطة دي لازم نتأكد منها. أنا لمحت جنبي صف بتاع عيش يعني حاجة مؤلمة حقيقة، وبالتالي لجنة العمل الميداني بالحرية والتغيير مرقوا ال 4 مليار، مرقوا ال 4 مليار عشان ما أذكر الناس اللي استلموها، وعشان ما أذكرها. عرفتوا يا إخواننا لما بيقول لكم أحمد الضي حميتية الدواء عربية، لما بيقول لكم احمد الضي واحمد بيشغلوكم باخبار احمد الضي وبكذبوا في احمد الضي، الوقت ذاك عشان لما احمد الضي يجي يقول لكم حاجه زي دي انتم ما تصدقوها، عشان لما تشوفوا الاحزاب بتسرق عينك عينك، عشان تشوفوا الاحزاب اللي قالت اللي كيزان حراميه، والان الاحزاب الكيزان كويس الكيزان كويس هي الان متحركين وماشيين خلاص، جو الاحزاب محلهم ما شاء الله تبارك الله. ال 4 مليار وين يا هاي؟ أنا متضايق نساو شريف بتاع الحرية والتغيير كويس. الأحزاب ال 4 مليار تمرق يا لجنة العمل الميداني، وأنا الموضوع ده بتابعه وما بسمح به، بتابعه وكل اتصالاتي مع لجان المقاومة وكل المسؤولية اللي أنا متابع معاهم في الشأن ده ما حنسكت عليه، والموضوع ده إن شاء الله حيغطى صحفيا على أعلى مستوى. ال 4 مليار دي لازم نعرفها مشت وين، وتورونا 4 مليار. 4 مليار سي كان بتدخل لنا كم جهاز؟ 4 مليار بتدخل لنا كم جهاز بتاع كهرباء بتاع تنفس؟ الناس الان بتموت ما لاقي اكسجين، كان بتدخل لنا كم ولا بتجيب لنا كم؟ 4 مليار؟ لجان العمل الميداني استحوا، اخجلوا، اترفعوا، ما ممكن تكونوا اسوأ من الكيزان. وسرقتكم ذاتها في الظرف ده الناس اللي منكم السرقوا، ما بقول الكل، الناس منكم السرقوا الاربعه دي في ظرف زي ده اسوأ عندنا من الكوز، لانه الوضع الان اسوأ من وضع الكوز.
أسوأ من وضع الكيزان لما كانوا قاعدين. زمان العرب يا سادة كانوا عندهم عمليات بتاعت غزو، بيمشوا بيغزوا. الغزو ده القوي ياكل الضعيف، الزول اللي عنده سلاح وعنده قوة يمشي يغتات على أفواه المساكين. فكانوا الغزو ده من عاداتهم، والزول اللي بيعمله بيعتبر فارس وأفاتار خلاص. وائل ابن ربيعة التغلبي رفض أو أخر الزواج بتاعه من بنت عمه، أسمعوا القصة دي كويس، من بنت عمه الجليلة بنت مرة. ليه؟ لأنه قال ليها الآن أنا ما جاهز، الآن شايفين المحل الأصابنا ده اللي هو عام زي عام الرمادة عليهم، كان الناس كلها فغرة والزراعة ما جابت، ومجتمع رعوي الوقت داك اللي هو على الزراعة وكده، ما كان في عصر الصناعي والنهضوي والدي دي ما حصلت لسه. فقاموا قالوا ليهم خلاص، قال ليهم أنا ما بقدر أتزوج الآن إلا الضائغة دي تمشي. قال له يا أخي ما تغزو زي باقي الفرسان. أو فوائل ابن ربيعة كان ما بيلتفت لأقل من 50 فارس على صهوة الجواد. فقالوا لهم يا أخي ما تتزوج، أمشي أغزو، أمشي شوف لك زول عنده قروش أطعنه وشيل قروش وتعال. فقال لهم يا أخي أن إحنا في الأيام دي الغزو زي القتل الغدر، لأنه عندهم القتل الغدر عندهم مصيبة كبيرة ما بتغتفر. فقال لهم الغزو كون أمشي أشيل لي الآن زول، ولما انتهكم عليه لبيد ابن ربيع الغساني، لما انتهكم عليه وهو هناك خلاص في مملكته، قال له يا أخي ألستم أنتم العرب تقومون بالغزو والنهب والسلب؟ فوائل ابن ربيعة وكليب ابن ربيعة كان ردوا عليه وقال له نعم نحن نغزو، ولكن في هذه الصحراء التي نحن فيها. قال له يا أخي ثمة أخلاق لا يمكن الحياد عنها، فما زال من يغيث الملهوف، وما زال من يعطي الجائع، وما زال من يكسو العريان. فبالتالي في صفات نبيلة وفي كلام كويس لسه ما زال، فما تقول لنا إنه نحن نبيلة يا قلوب. الآن يا حرية وتغيير، الآن يا لجان العمل الميداني، الأربعة مليار اللي بيشيلوها الآن دي وبتدعوا إنها للجنة المقاومة، الآن هي زي القتل الغدر. معناها انتوا دايرين الناس يتحولوا لوحوش ضارية يفتك بعضهم ببعض، وانه هذه الوحوش الضارية من المواطنين ما فضل لهم الا انكم تقولوا انتزعوا اللقمة من فم اكليها وتجي تقولوا يدوكم ليها جرامات ذهب. اخجل يا مبارك اردول، مبارك اردول، اخجل مبارك اردول. الكلام ده حرام ولا حلال؟ طبعا يا اخواننا مبارك اردول رجل سلفي، هو رجل انصار سنة في بداية حياته وكده، اول ما مسك هسه انه بقوه مدير جاب 12 من اقاربه، فما عارف ابن عثيمين وابن باز رايهم شنو في الكلام ده، حسب ما انه هو سلفي. هاي اساله مبارك اردول في النقطه دي، وانه يلا يلا دخلوا الحركه الشعبيه بعد انه خلى الطريقه السلفيه انصار السنه المحمديه تحديدا. يلا يا 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 يا, يا مبارك، الاجرامات اللي انت شيلوها مننا دي ليه كده؟ ورينا زي ما قال لك انت، مع عينك في جبل عامر، انت مع عينك في الذهب في السودان ده كله، انت عينك في مواردنا اللي بتمشي للعسكر بيشوفهم بعينك، مالك ما مشيت هناك تصرفتها فلاحتك الا في المواطن المسكين يدفع عليك جرامات؟ ما في زول بيدفع. دي حركات اخوات نسيبه الابدع، زمان كانوا بيجيبوا لك اخوات نسيبه قالوا يمشوا يجاهدوا خلاص ويجيبوا النسوان المساكين، النسوان في البيوت يتبرعوا بالذهب ويتبرعوا بالسلاسل خلاص. قال شنو؟ قال عشان يجاهدوا بهم. نية النسوان كويسة كانت، لكن نية الأسس أخوات نسيبة ما كان زول صادق كويس، فكان رجل خطي جدا رعديد. فعموما نحن الآن ما زلنا متجولين وبننقل الحقائق الماسلة أمامنا وبنتحدث عن الحاصل. مبارك أردول نحن نقدر بأنك إنت قلت الطباخ ده اللي يجيبوا لك من أهلك وما بتضمن أي زول تاني وخطيته جنبك. نحن بنقدر المساله دي في حته انه اي زول مسؤول بيخاف من حته الطباخ، اهم حاجه الطباخ منه اللي بيجيب له الاكل. ليه؟ لانه بيخاف من التسميم والغدر وكده. طيب تمام، ال12 التانيين ديل حقين شنو يا مبارك اردول؟ ال12 التانيين ديل حقين شنو؟ اقاربك التانيين اللي جبتهم ديل الحكايه شنو؟ القصد شنو من الكلام ده؟ لما الناس انتقدتك في البدايه طلع منعم سليمان قال لهم دي عنصريه منكم، طلع اديت منعم سليمان شنو خليته يقول الكلام ده؟ مبارك اردول حاول ترجع للجاده وترجع للطريق الصواب، وتذكر يا مبارك اردول انك لغايه شهر 3 وشهر 4 بدايته كنت على اتصالات انت مع الخطوط بتاعت ناس صلاح قوش، وكنت في اتصالات مع كل الجهات عشان تشوف وضعك جايبينك وزير ولا لا، وانك قلت لهم لازم تجيبوني وزير، النقاط دي لو حبيت انا اكشف لك بكشف لك، لو من بحري لو من الخرطوم نواصل. الموضوع طويل
ونحن عندنا الان عده ازمات قدامنا، ومشكله الوقود يا اخواننا اصبحت مشكله خطيره جدا جدا كويس. ازمه الوقود اصبحت ازمه خطيره، ازمه العيش ازمه خطيره، والمواطن بيعاني. لك الله يا مواطن، المواطن ده ليه منه؟ خلاص المواطن ليه منه؟ الاحزاب السياسيه وين دوركم؟ ما تجوا تحكوا لنا عن مشاكل، نحن ما جبناكم عشان تحكوا لنا، انتوا ما حكواتيه، نحن جبناكم عشان تحلوا الازمه. انتوا وقت 6 شهور ما قادرين تحلوا 1%، فايدتكم شنو؟ جابوكم لشنو؟ نحن طلعنا سقطنا البشير عشان شنو؟ ثرنا ضد النظام عشان شنو؟ الليله ما في حتى تاسيس لنسق معرفي يفيد الامه، وانما كل الكلام حزبي. الصوره في التلفون الثاني يا اخواننا بتجيني مقطعه ومره ما عارف كيف. الصوت عندكم كيف يا جماعه؟ الصوت عندكم كيف يا اخواننا؟ واصل ولا ما واصل؟ واضح ولا ما واضح؟ الصوت كويس؟ نحن بنصير نوعا ما في العتمه زي ما بيقولوا، لكن الوضع ده كده ما بيمشي كتير. انا ابشر كل المواطنين تعبوا والعين طلعت، الوضع ده تاني بيستمر كده كتير. الاحزاب اللي ما قادره تحل المشكله دي هتسقط، هنسقطها نحن ذاتنا الشعب. نحن الشعب ذاتنا هنسقطهم. كويس؟ الشعب هيسقطهم، والكلام كتير زي ما ذكرنا وزي ما تحدثنا. وقلنا انه الاحزاب بتضلل الناس في موضوع الناشطين السياسيين. بتقول احمد الضي باع القضيه لانه قاعد مع حميدتي. واحمد الضي قاعد في الوقت اللي فيه هم على صمت ابيهم ولا على بقره ابيهم قاعدوا مع حميدتي. وفارس النور اللي بيستشهدوا لنا الليله به ده، واللي بيجيبوا لنا الليله في حكاوي عنه وبحاولوا يطبلوا له ويبرروا له. السؤال الان، هل انت اللي بتطبل الان لفارس النور؟ هل كنت تعلم بانه فارس النور كان على اتصال وتنسيق مع الفريق اول ركن، او الفريق اول عفوا محمد، الفريق اول ركن ده برهان، الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي؟ هل انت اللي بتطبل الان وبتتراقص لفارس النور الشيوعي كوني انه قاعد مع حميدتي وعينوه مستشار؟ ما شاء الله تبارك الله، خلاص عينوه مستشار. هل تعلم انه قبل 3 شهور كان متواصل معه لكن بغطي له الاعلام الشيوعي الكاذب؟ هل تعلم انه من بعد فضل الاعتصام هو كان على تواصل ايضا؟ هل تعلم الكلام ده؟ ما في، انا قلت يا جماعه برضه خلوها مستوره، زي ما في واحد من السياسيين قال خلوها مستوره، في حاجات خلوها مستوره، لو قعدنا نتكلم عنها الناس دي حتصعق، وبالله الناس دي حتصعق لو قعدنا نتحدث عنها. دي حقائق حاصله. يمكن في تقطيع شديد في اللايف يا جماعه، في تقطيع اللايف الان، بيعاني من هجوم يا ناس، اللايف بيعاني من هجوم. كويس، كتروا معانا اللايك والشير يا ناس، هجوم تقيل الان اللايف بيتعرض له. ديل الاحزاب السياسيه بهجموا في اللايف يا ساده، ديل الاحزاب السياسيه ما دايرين الناس تسمع صح ولا حق، دايرين الناس بس يكونوا عاك عيوك عيك ساجد، دايرين الناس يكونوا صم بكم عمي، ما دايرين الناس يكونوا عارفين الحقائق، ولا دايرين الناس يفكروا. بعدين زي ما قال مصعب قبيل، قال انه ما كل زول قال الوضع صعب وكعب دايرين تقول له انت كوز وانت وانت وانت. انا قلت انه الممثل فضيل، انا ما عارف موقفه السياسي شنو ولا كده، لكن كونه انه يقول بالغت يا حمدوك، دي ما نقطة بتكوزنوا. انت ديل منهم؟ ديل منو العاملين نفسهم ثوريين اكثر من الناس اللي بيكوزنوا في الناس ديل؟ ديل منهم ديل؟ ديل منو؟ اصحاب غرف الماسنجر اللي بيرتبوا انه يهاجموا الناس كيف ولا ياتهم ديل؟ كويس؟ خطئوه في حاجة تانية، لكن في كلمته دي ما غلط، بالغت يا حمدوك. قال كده وين الغلط؟ نحن غلطنا الاعلاميين في اعلامي، اعلاميتين اعلاميين ما يمكن ما ظهروا، لكن في غالبية الاعلاميين اللي مشوا تركيا جو اتبلوا على حال الوطن وضحكوا على حال البلد، ده اللي مناهم فيها. فيا اخواننا ما اي زول قال كلمة الحق، ولا اي زول قال انه يا اخي الوضع ده صعب والوضع ده كعب هو كوز وهو مندس. ديل الاحزاب قاعدين يعلموا الناس في ثقافة التخوين وثقافة التشكيك، انه الناس تشكك في بعضها وما تثق في بعضها. ديل الاحزاب، لانه الان اللي بيحصل في الوضع السياسي، في المشهد السياسي، في الساحة السياسية في السودان يحتاج إلى حلول عاجلة وإلى حلول جذرية. هذه الحلول الجذرية إذا حميدتي الآن عنده المال اللي بيقدر الآن يحل بيه الأزمة، جيبوا رئيس اللجنة الاقتصادية. إذا حمدوك عنده المال اللي بيحل له الأزمة، جيبوا رئيس اللجنة الاقتصادية. إذا كان، مع إنه جابوه
اذا كان الليله الاحزاب هي اللي قادره تحلها لكان قلنا ليه ما قعدوا، لكن الاحزاب ما قادرين. تذكروا قبل فتره حميتي في خطاب في قناه السودانيه 24 تذكروا قال المواطن او قال الكلام بتاعي للمواطنين من هنا بانه نحن ما قادرين نشتغل، لانه كل ما نقول دايرين نساعد المواطن الناس ديل بيعاكسونا، لانه الليله لو حميتي قال داير يمد المخابز بدقيق الليله الشيوعيين بيتدخلوا بيخربوا الموضوع، وهم ما بقدموا اي حاجه. دي الكارثه الكبيره، هم ما بقدموا حاجه. أيوة ولا أيوة دايرين يقدموها. أيوة لكن لما نيجي حميتي ولا يجي يا اخي حميتي برهان عطا ما تقول لي ديل من قتلونا، نحن ما دايرين قروش من بيوتهم، نحن دايرين قروش من خزينه الدوله ومن قروشهم اللي بيجيبوها بتحالفات اقليميه. انتوا أيوة كاحزاب ما قادرين تصنعوها، انتوا كاحزاب ما قادرين تصنعوا علاقات اقليميه، انتوا كشيوعيين مكروهين الليله لدى العالم الغربي عشان كده ما بيدعمكم، بيجيب لنا المشكله نحن. لذلك الان انتوا كاحزاب سياسيه في ساعات يا حلو، انا بتكلم بلسان اغلب الشارع السوداني الان بيقول الكلام ده، يا احزاب يا سياسيه الان يا حلو الازمه دي وخلونا بعدها نفكر في بعده، يا اما انه خلوا حميتي خلوا برهان خلوا العطا خلوا نميري خلوا عبود يجي يمسك الان خلينا نحل الازمه دي. انتوا لو ناس ما عندكم احساس ولا شعور بالمواطن واي حاجه حاسبينها من ناحيه مكايدات سياسيه ومن ناحيه تنظيمات، يعني احنا كمواطنين بنقول لكم لا نحن ما تابعين لتنظيماتكم ولا تابعين لاحزابكم. الكلام ده يا اخواننا الصفحات اللي بتنقل اللايف ده اللي يوصل المنقول من هنا من الصفحه المعلق الرياضي احمد الضيب وشارع، ويا جماعه انا قاعد انقل من الصفحه دي واسمي حاولت اغيره كم مره ما قدرت كويس، انا قاعد اطلع من الصفحه دي كم مره كويس، لانه الحساب الكبير بتاعي بتاع الفيسبوك تم تهكيره من القحاته ومن تجمع المهنيين، لانه اول ما بديت اقول كلمه الحق بانهم وقعوا على فض الاعتصام قفلوا الحساب، فبقيت شغال بالصفحه دي، اذا قفلوها عندي صفحه غيرها، اذا قفلوها بطلع من اي حته، من صفحه مصعب من صفحه فلان من عشرات ومئات الناشطين كتر خيرهم، خلاص قدموا لنا صفحات كبيره جدا. مسيري مدريد انا اتذكر اتصل علي عديل قال لي يا احمد يا ريت لو انه يا اخي تطلع من صفحتي دي طوالي تفضل. الصادق مصطفى واحد من الناشطين قال لي يطلع، علي عبد اللطيف واحد من الناس قال لي يطلع، مجموعه من الناس مجموعه جاهزين الان بصفحاتهم، يا احمد الضي الان تعال اطلع بالصفحات دي، فما تفتكروا دي المشكله الكبيره. لذلك الان ما دايرين زول يقول الحقائق دي، ونحن بنقولها يا اخواننا، المواطن ده تاني ما بيقدر يعيش اكتر من كده، والمواطن ده تاني ما بيقدر يتحمل، والبنزين البسيط اللي بيلقاه بتاع ترحال بيكملوا في مشوار، يعني انا هسه المشوار ده غتخسر فيه 500 جنيه خلاص، لكن ما كثير عشان اوصل صوت الشارع ولا كثير عشان اوصل الحقائق. لذلك الاحزاب السياسيه اعرفوا الكلام ده كويس، المواطن ما عنده دخل بيكم ولا بمتين تاسستوا ولا انتوا بتسووا في شنو احزابه. بالمناسبه حليتوا المشكله بتاعت سنار ولا لسه يا حكومه الحريه والتغيير؟ اوي حليتوها ولا لسه يا ساده؟ هاي موضوع سنار شرق العباس خلاص اللي هي ود العباس، ها ناس الشيخ حسين ود العباس ليبه التحيه، ناس احمد جمال محمود استاذه سلوى المناطق الطيبه بيها. طيب نحن الان يمكن ماشيين على مستوى الشارع وده الصف قدامنا خلاص بادي كويس، يعني تخيلوا يا جماعه هنا الصف بادي خلاص من هنا وبادي من هنا مش مستشفى رويال كير، هاي بدايته 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 من المستشفى بتاع رويال كير قدام لسه. ايوه لا بدايه الصف انا لانه لخبطت مركز مع الشاشه. مستشفى رويال كير من مستشفى رويال كير الصف. طيب الكلام زي ما قلنا يمكن يا جماعه كثير خلاص، الكلام كثير جدا، والصفوف عندنا بتبدا من الـ الان كويس من هنا لاحظوا دي الصفوف خلاص، دي كمان بنزين الجبال دي الاقياس، دي الصفوف يا ساده، دي الصفوف يا شكرا حمدوك. جبال دي تمر في حته في الخرطوم، واحد قال لي يا احمد الضي معاه مجموعه كده بيشربوا لهم في شاي يتمري، قال لي يا ود الضي الحاصل شنو يا اخي؟ شوفوا لنا حل الازمه دي يا اخي. قلت له انا ما في الحكومه. قال لي شوفوا لنا حل عليك الله بسرعه. في واحد من المواطنين جا ماشي كده عايل له وضحك قال لي شكرا حمدوك. فشنو؟ المواطن لما رد الرده رده قاصد بانه كل ما الناس اتكلمت عن الازمات الاحزاب بتجي تحاول تشغلهم بشكرا حمدوك. يا اخواننا ده صف واحد وصفينهم ترى. الصف ده بالجانب الثاني في واحد. ده صف يا ناس. هذا صف للبنزين. تخادعون الناس ايتها الاحزاب، تقولون بان الازمه قد حلت،
نفس التخدير بتاع حكومة البشير. كل ما الشعب شافه اتحرك يدوه حقنة مخدر، يغشوه يكذبوا له، غرف بتاعت ماسنجر بتصنع الاكاذيب، جروبات بتاعت واتساب، كوادر حرية وتغيير بيغشوا في الناس، ما بخاف والله في الناس. الاحزاب الان الاربع مليار وين يا اللجنة بتاعت سموكم شنو؟ اللجنة الميدانية حرية وتغيير، وين الان؟ الاربع مليار اللي قلتوا دارين تغدوها للجان المقاومة، وانتوا غالبيتكم انتهيتوا من المسألة دي. الاربع مليار وين؟ انا ما حاسكت والله، دي مشكلة حديث زي ما قلت، انا ما حاسكت عن الموضوع ده كويس نهائيا، وحاظل اذكر بيه. ديل المواطنين يا اخواننا، عين المواطنين بتشوف. هسه الكوادر اللي حيجوك من الاحزاب حيقول لك انت لقيت البنزين ده وين؟ عشان يشتتوا الناس ما يركزوا مع الازمه. انت بتاعت الحال بعد يومين في الطرمبه. انت لقيت وقود الليله؟ بايت في الطرمبه انا عشان اقوم بلاي بوقود، بايت من امبارح انا حتى الليله قبيت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا الصف بيتحرك شويه، شوفوا المساحات شاسعه كيف؟ شوف المساحات يا ناس. ده اللي حقين الصف. فالكلام كثير لو حبينا نتكلم عنه، والحديث طويل، لكن ده بتاع ترحال الان الجنبي بيقول ليه هو يومين واقف في الصف، ناس بيجيفوا ثلاثة يوم، ناس بيجيفوا يوم كامل. أيوة. ناس بيجيفوا يوم كامل. ايوه الاربع مليار وين يا اللجنة الميدانية للحرية والتغيير؟ الاربع مليار وين؟ ها الموضوع ده انا ما حنساه، ما حنساه نهائيا. شريف شريف كويس، وما تقول لي ده كلام الوقت ما مناسب ليه، الكلام ده لازم يمشي. فبالتالي الان الاحزاب، انا عرقان شويه غد ابدو يا جماعه، لانه حتى المكيف مقفول، لانه البنزين ما في. نحن تاني ان شاء الله حنعود لصفوف الوقود وصفوف الجاز والعيش كويس، ونذكر الشعب السوداني بانه نحن ما غيرنا حاجه الان، بانه نحن قمنا ثوره حيكتب التاريخ بانه الثوره قاموا بها المواطنين الشرفاء وسرقوها الاحزاب الانتهازيين. الله يسرقوها والله بجد. والله مسألة مزعجة خلاص يا أخي. أيوة. والله يعني حكاية ذاتها يعني ما ممكن أبدا. فبالتالي الأحزاب السياسية الآن بتضعف من وجودها وأصبحت مزمومة ومكروهة من الشارع السوداني جميعا، لذلك تسقط هذه الأحزاب السياسية. خلوا حمدوك يكون قاعد رئيس وزراء، لكن الأحزاب تزح، عشان ما يجينا ناشط إنتوا الحاجات دي بتدولوها عشان ما يجينا بعدين نعطي خلاص. أيوة. يمشوا يخشوا الأحزاب كويس، هو كادر حزبي كده معروف دايما كده تلقاه يطلع. ليش عباس؟ والله تعبان كده، ايوه تعبان تعبان كده، وما عنده حجه ولا منطق ولا والكوادر تاع الحريه والتغيير بيحاولوا يدعموه، وزول دمه ثقيل ما بحس ابدا بمعاناه الشارع السوداني، بدل يحس بانه المواطن ما لاقي الان وقود يقول لك قال الدقيق ده بيجي، الدقيق بيجي 200 ان شاء الله تبارك الله. انت فما في احساس ولا في دمديل الاحزاب السياسيه بعد يموت بالجوع. وهو ما كادر حزبي، في كادر حزبي بقدم كلام كويس، الكادر الحزبي ده بقدم الكلام اللي بيرضي اسياده في الحزب اللي بيقبلوه. فهمت؟ انت قايل الاحزاب عندها فريق من العساكر، ما نفس لغه الاوامر ولغه العنطزه في الفاضي. لذلك الان عشان ما يجي يقول لنا انتوا ابتديتوا تتكلموا ولا تسكتوا، خلاص بنقول لك من الان ده الحاصل. يلا قدامنا صف ثاني يا ساده، معانا صف ثاني. لايككم وشاركم، لايككم وشاركم كمان. باقي الصف ده جاي من رويال كير يا اخواننا، كثروا المشاركات، مشاركات يا ساده. الصف هذه ما شاء الله في عون الله، كثروا الشير يا ناس. معانا الساده الاحباب الافاتارات، الصف الجميل والله الاحباب حقت ناس البرون دي كويس. الصف الجبالك ما انتهى اصلا، بادي من رويال كير يعني. تخيل عليك الله، ده بالله ما انتهى وانا مركز في اللايف. بادي من رويال كير عين وبيجي بيجاي بيجاي يا اخوانا، ده صف داخل ب 15 شارع. بيجي بيجاي بيجي بيجاي وثاني كمان بيجاي بيجاي صف بيجاي ب 15 شارع. بيجي بيجاي الصف بتواصل من بيجاي. شوف لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوانا، المواطنين ديل كده يعيشوا كيف؟ والاحزاب السياسيه ما في دم نهائي ولا شعرين بالموضوع. تعبانين يا اخي، تعبانين يا اخي، يا كافي البلاء. طيب انت وقت ما قدر المسؤوليه استلمتوها لي انا، داير افهم يا مواطن. دي ازمتك الان زي ما انت شايفه وعايشه. ده للناس البر السودان المساكين اللي بيخشوهم كوادر الاحزاب، بيقول لهم الوضع حال العال وازمه صغيره وحنتجاوزها، ازمه صغيره وحنتجاوزها. ده الكلام اللي بيقولوه. ده الصف الجاي من رويال كير لترمبه النحله بري، ده بقى الصف اصلا بيجي بيجي كده متواصل هنا ماشيين. شوف ده بعد الصف
ده بادي من رويال كير طبعا عنده مستشفى دي طرمبة النحلة بري صفة ده بادي من مستشفى رويال كير يقوم الشيوعيين يسمعوا الكلام ده يقولوا لك تعب فيلغم الحمراء امشوا هجموم كما اريد من قبل فبالتالي دي الصفوف دي الصفوف على الله كذي خلاص ده الفالح اللي خلوهم لو المواطنين بيخافوا منه خلوهم يجوا واجونا لو بيقدروا يا ناس ده صف واحد يا نو بس يا اخواننا قدروا ما كترتوا الشيرات قدروا ما ساعدتوا المواطن في اكتشاف الحقيقه خاصه المغتربين القليبهم حرقان على الوطن جد جد البيب كليل ونهار رجال ونسوان دارين يعرفوا هل في السعودية هل في قطر هل في الإمارات هل في الكويت هل في أمريكا هل في الدول أفريقيا هل في كل الدول يا هم ديل السودانيين المغتربين برا عينوا دحى على الشارع السوداني الأحزاب بتخدعكم ساكت بتقول لكم الوضع بسيط الأحزاب بقت ما مرغوب فيها في الشارع الدليل على كده تجمع المهنيين بدعوا الناس يمرقوا الشارع زول هببوا ليه وماف زول هب يا بالمناسبه يا ناس اللجنه اسمكم شنو اللجنه الميدانيه القروش بترجعوها 200 هاي الاربع مليار حترجعوها 200 لازم ضروري جدا جدا انه القروش دي ترجع ويا ناس لجنه العمل الميداني هوي ويا ناس الاحزاب السياسيه هوي القروش دي ترجعوها الاربع مليار والله ما ترجعوها انا اكشفكم واحد واحد في اللايفات كفايه زولكم الوقع على فضل الاعتصام ده وانا ما ناسيه ليس جايو جايو بفريد لي لايفات كامله اصبر بس عيني هنا صف واحد ناس اللي يدعوا من هنا ترجعوا القروش دي سمعتوا وخليكم ناس عندكم اخلاق شويه كده لا حول ولا قوه الا بالله ده الصف يا ناس هذا هو الصف زمان بنقول هذا هو النيل والنيل الذي ارضعنا من قل لا عاش من يفصلنا يا اخواننا اي زول معانا مشاركة بسرعة يا جماعة اللايف عموما فيه مشكلة اللايفات عموما فيها مشاكل اللايفات والصف ما شاء الله شغال تاني من هنا خلاص فالصورة قد تأتيك مرات ما واضحة فكتروا معانا المشاركات يا جماعة الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار بسرعة يلا يا راجمات الحق هيا ايتها الصواريخ لايك اسفل الفيديو على يدك اليمين زايد مشاركات بسرعة يا شباب ده الوضع الان في السودان هذا ما لا نحسد عليه هذا ما لا نحسد عليه المفترض لو في دولة دايرة تحاربنا وجهزت جيشها هسه بعدها تقول لا 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 حرام نقاتلهم في ظرف زي ده حرام حرام كفاية انه ماسكهم الحزب الشيوعي في السودان اعوذ بالله كويس كثروا معانا الشيرات يا جماعة كثروا معانا الشيرات واللايكات اللايك اسفل الفيديو على يمينكم الشير اسفل الفيديو على يساركم عينوا عينوا يا اخواننا المواطنين شوفوهم تعبانين كيف شوفوا منهم بيقفوا بعينه كيف يا اخواننا شوفوا الوضع شوفوا الناس الناس دي تعبانه يا اخي تعبانه يا اخي يعني ده الوضع بتاع البلد حتى ناس بيقوم شغلوا ساي اغاني وبصفقوا المواطن السوداني زاد وماشي الان على جنون قرب كويس السلام عليكم كيف الاحوال سلام خير الحمد لله الصف ده من وين لوين؟ الصف ده من رويال كير لهنا للطرمبه طيب واقف من 200 انت نحن يا زول انت قاعد تصور فينا ولا نحن شغالين بس مباشر نعم الان على الفيسبوك وشغالين حمله استطلاع الان في الشارع العام في موضوع البنزين تحديدا انت منهم؟ مواطنين سودانيين في الله والله يحييكم يا اخي تسلم اول حاجه اول حاجه نحن واقفين نعم الى الساعه 11 صباحا الليله لا حول ولا قوه الا بالله والناس اللي قدامنا دي كلهم جزء منهم من امس يا زول والصف ده بعد مين ديل مش ديل قدامنا ديل ايوه في جزء كبير الحمد لله والله كارثه الله يحلها ان شاء الله صعب انا اقول لكم حاجه اي نفتكر عاديه والله ايوه البلد بقت كلها ازمات البلد كلها بنفتكرها بالنسبه للبنزين حاجه عادي خلاص المواطن يتعود والله تعودنا بقينا عادي جدا جدا وانتوا هسه بعد شويه هتحتاجوا للصف ده فعلا والله انا بايت انا كنت بايت انا بيت انا زاد في الطرمبه دي اول امبارح كنت تقول كبوا لكم تقوم تيجوا تصوروا هنا وتاني اسمع تاني حنمشي نفتش حنقعد يومين عشان نعمل لايف زي ده انا اقول لك حاجه اي ما عظيم في صف زيه شفت من رويال كير وجاي لافه بالصف ده ده اطول صف حسبنا الله ونعم الوكيل والله الله يدي العافيه بس دعنا نقول حاجه ندعو الله نحن اول حاجه لقينا روحنا نحن ذاتنا تعبانين في روحنا نحن اول حاجه كمواطن
لو وقفنا كلنا عدلنا بس فيما بيننا انا وانت وغيرك هسه في واحد بيجي بس داير يخش قدامك ده غلط كبير ده في صف البنزين وفي صف الرغيف وفي صف اي حاجه لا بنحترم الكبير دي مشكلة النسوان بنقول لهم يا اخواننا نسوان خليجوا رجالكم عيب عيب مشكلة صف الرغيف كده نحن فينا مشكلة كمواطنين عندنا مشكلة صحيح كلامك الله يعدل الحال ان شاء الله شكرا لك شكرا كثير ربنا يرفع الحال كتر خيرك طيب يا اخواننا ديل الناس اللي واقفين في الصف اليوم لهم ساعات طويله جدا المواطن تعبان وهلكان يا اخواننا زي ما شفتوا بالمناسبه زياده على كلام هذا الشاب او هذا الرجل قبل شويه يتحدث عن انه في مواطنين بيجوا بيتجاوزوا الناس وكده ودي بتقودني لنقطه مهمه جدا هذه النقطه هي ان هنالك ولاحظوا ديل البنزين لسه ما زال هذه النقطة هي أن هنالك تجاوزات لعدد من القوات اللي هي على رأسها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطية إنهم بيجوا بيملوا قدام الناس في حالات كثيرة فنحن يا أخواننا بننادي بدولة العدالة ودولة القانون ودي حاجة شوفوا المواطنين حالهم بيجا كيف يا أخواننا خلنا نشوفوا حال المواطن بيجا عامل كيف يا أخي الناس دي تعبت آمنت بالله تعالى الناس دي آمنت حتى الزول قبل شوية في اللايف بيقول لنا تعودنا خلاص المواطن ذاته يعني اصبح عنده الامر سيان كويس انت بتعتقد انه خلاص كده الامر بينتهي لا وربي الموضوع ده جاي معاه ثوره تصحيحيه الموضوع ده والله شفتها جاي شوفوا ده صف واحد وهم صف عربيتين عربيتين ولو ده عربيه عربيه شوفوا الصف والله دي مشكله يا اخواننا الوضع ده كده ما بيمشي الوضع ده كده ما بينفع الاحزاب فشلت خلاص تتنحى بعد ده تطير تكون في حكومه كفاءات مستغله خلاص الاحزاب فاشله وده ده 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 فشله واضح اللجنه الميدانيه الاربع مليار ما تنسوا عليكم والله كويس الاربع مليار لازم ضروري جدا الناس تتذكرها واللي كنتوا ماشيين تودوها للجان المقاومه انا ما ناسيها ولا بنسى قال لك منو ناسيها انت قايل لي اظن السايل الدرجه دي لا 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 اصل حاجه حقتكم انتوا احزاب وعساكر دي ما بنساها الاربع مليار تطلع اربع مليار دي يا الساده المشاهدين كان شفتوا شالوها ناس الاحزاب السياسيه وقاموا طوالي مباشرة قالوا مودينا للجان المقاومة وقالوا لهم يا اخي انتوا لجان مقاومة نحن نودي لكم المبلغ ده اول ما هنا اتضح انه الموضوع لا وصل للجان ولا في زول تابع ولا ولا وانما بعض الناس رأوا انه ياخذوا المبلغ ويقولوا نحن مودينه للجان المقاومة تقول لجان المقاومة شحدتهم ولا تقول محتاجة لهم هم هناك الاحزاب يمشوا يشحدوا حميتي ولجان المقاومة ده يدخلوها في العمل السياسي ولجان المقاومة تظل هي درع الثورة وهي صمام الأمان بالنسبة للثورة السودانية وهي الثبات الحقيقي لجميع تجليات المواطن السوداني وهي المبحرة في لب النضال الآن فنحن بنقول ألف ألف تحية وسلام وشوق ومحبة ودمع جاري للجان المقاومة كويس والويل والثبور وعذاب القبور والحمى التي تفور للأحزاب السياسية اللي ما قدموا أي حاجة نهائيا ما قدموا بس قاعدين يشاكلوا بيناتهم بس الليلة انت عازمني وين وانت الليلة انا عازمك هنا ده والله اللي بدي انا خاطبها اجيبها وزيرة وديك علاقتي معها كويسة اجيبها وزير كلام فارغ ده ما بيخدم اي ده ما بيخدم دولة ده ما بيبني مجتمع يا سادة ده ما بيبني دولة ولسه بالمناسبة الصف شغال يا ناس انا ذاتي تعبت من تصوير والله الصف ذاته لسه ما زال يعمل كويس بس كتروا معانا اللايك والشير بس يا جماعة كتروا اللايكات والشيرات خلوا الرسالة توصل صفوف شغالة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طيب لما الخداع ولما الأكاذيب والصف ده اثنين اثنين الصف ده اثنين اثنين يا سادة عربيتين عربيتين هذا الصف اثنين 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 هذا الصف تخيلوا معي بس كده تخيلوا معي بس تخيلوا معي شوفوا الاحزاب وسجمها شوف مسكوا البلد وجاطوها كيف هسه عينوا البلد قدامكم يا هاي يا ناس البلد يا هاي قدامكم قصوا ما في زول فينا يسكن قصوا كلمة الحق دي الناس ما تنساها البتة تقول لو في العساكر لو في الاحزاب لو في اي نصيبة صفين زي ما قلنا صفين 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 يا سادة صفين صفين وما تزال الأزمة مستمرة وما يزال المواطن يعاني من مخاض الألم العسير
جراء الظروف السيئة التي يعيشها ويعتاشها يوميا. وحتى الأحزاب التي ادعت أنها جاءت لخدمة المواطن هي جاءت لتمزيق شلو المجتمع السوداني، لتمزيق المجتمع. وانتوا زي ما شايفين لسه الصف مستمر يا سادة، والأزمة متزايدة. الأحزاب السياسية اللي ادعت زورا إنها جاية لمصلحة المواطن السوداني، قالت إنها جاية تصلح حال المواطن، تعالوا شوفوا حال المواطن الآن عامل كيف، تعالوا كلنا نشوف الحاصل شنو. كويس، يوم على الله الناس في الطرمبات تعاني يا أخي. أنتوا قايلين شنو يا أحزاب اللعنة دي؟ ما بتصلكم يا أخي بتاعت الناس يا أخي. وغير كده ذاته غير عذاب الآخرة ولا غيره، نحن عندنا معاكم حسابنا كلكم، يفتحوا فيكم بلاغات أي زول قصر في الأدوار بتاعته. نحن ما ممكن نقعد نعاني كل الأوقات. طيب نفتح التعليقات شوية. وقدر من الناس كثرت معانا عملية الشير، عملية اللايك يكون أحسن. وما زلت أقول وأكرر وأذكر يا سادة، ما زلت أقول وأكرر وأذكر يا سادة بأنه الأربعة مليار لجنة العمل الميداني ترجيعها سريع. الأربعة مليار يا ناس لجنة العمل الميداني أحسن ترجعوها بسرعة. انتوا قلتوا مودينا للجان المقاومة، لجان المقاومة قال لكم منو؟ قال لكم دايرين قروش منو؟ يعني لجان يا أخي هؤلاء الناس تعبونا تعب ما طبيعي، يعني ما طبيعي. بس السؤال الآن لجان المقاومة انتوا، السؤال الآن كويس؟ والله مسألة مزعجة حقيقة خلاص، يعني الحرية والتغيير الآن. السؤال اللي بيجيب انتوا باسم منو شلتوا القروش دي؟ قال لكم تشيلوها باسم لجان المقاومة منو؟ قال لكم منو لجان المقاومة محتاجين قروشكم؟ تعالوا ورونا دارين تخلقوا فين فتنة مش كده يا أحزاب؟ عشان لجان المقاومة مستقلة دارين تفسدوا الود مش كده؟ الأربعة مليار دي تطلعوها سريع، تشيلوها من خزينة الدولة عشان تمشوا تاكلوها انتوا؟ شايف دولة بتطلعوا لي حاجة؟ لا بتطلعوا ولا كتر خير. لا أصلا النقطة دي ما في زول حينساها نهائيا. هذه الأموال يجب أن تعود. هنالك أربعة مليار سرقت من خزينة الدولة، قالوا مودينا للجان المقاومة، وهذه الأموال يجب أن تعود. ونرى الصكوك ونرى الأختام والإيصالات عشان نطمئن. أنا لأنه ما قادر أطمئن يا جماعة، أنا دايرة تعود عشان أطمئن ذاتي وعشان أنتوا تطمئنوا وتعرفوا أموالكم. ها وتقول لي قال جنيه حمدوك انتوا الأربعة مليار ده انت شيلوها جنيه 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 المواطنين، دارين تلموا ليكم تاني 100 200 300 مليار عشان تشيلوها. والله ترجعوها لجنة العمل الميداني في الحرية والتغيير. الله كم الله كم رجعوا الأربعة دي، رجعوا الأربعة مليار، رجعوها. أنا لستاتكم الآن معي، الناس شيلتوها وناس اللجان اللي حاولتوا تغروم وادوكم كلام ساخن ورجعتوا منهم، حاولتوا تدفعوا قروش للرشاوي، حاولتوا تدفعوا قروش. كتروا اللايك والشير يا جماعة، المعلومة دي خلوها توصل للناس خلاص، خلوها توصل للناس. عندنا يا جماعة 4 مليار مننا نحن كشعب سوداني، من قروش الشعب السوداني شالوه ناس لجنة العمل الميداني اللي هم كلهم أحزاب داخل الحرية والتغيير، وقالوا ماشيين نودوها للجان المقاومة، وهم كذابين ساكت. شالوها أفراد منهم والبعض يتصرف فيها، فالأربعة مليار دي ترجع. فريقكم شنو من مصاصين الدماء الكيزان؟ فريقكم شنو من عمر البشير الآن يا أحزاب؟ الأربعة مليار دي ترجع يا وي، شعب السوداني كله ما عايزكم، حنقوم فيها قضية رأي عام. الأربعة مليار دي ترجع ضروري، الأربعة مليار دي ترجع، وتعتذروا وتتأدبوا الناس اللي شيلتوها، وتحترموا نفسكم وتتربوا تربية وطنية حقيقية، ما تفسدوا لنا أخلاق المجتمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. دينا الأحزاب السياسية ودي أخلاقهم ودي طريقتهم، يقول لك الظلم والظلم والبشيرة كل الدولة، لما نيجي يمسكهم يبقوا أشد عدوانا وأشد أكلا للمال العام من حكومة البشير ومن قبلهم من الأرزقية. لذلك الأربعة مليار ترجع يا لجنة العمل الميداني، أفتكر كلامي واضح. هاي الأربعة مليار دي ترجع ونطمئن إنها رجعت، وتوعدونا إنكم تاني ما بتكرروها. لازم ترجع الأربعة مليار بتاعت
الدولة من خزينة الدولة ترجعوها. حمدوك وين موقفك من الكلام ده يا دكتور؟ وين منك انت الان الكلام ده يا دكتور عبد الله حمدوك؟ الشريف الفتيل خلاص وين انت الان؟ وين من الموقف ده؟ بعدين الخبر اللي قلتوه من الاف بي اي اللي قلتوا جايين للتحري بتاع الحادثة اللي لفوا الشيوعيين غالبا ده، الاف بي اي ديل ما جبتهم لفضل الاعتصام مالكم؟ الاف بي اي ما جبتهم على مستوى الولايات ليه؟ الاف بي اي ما جبتهم على مستوى المشاكل اللي حصلت اولا في دارفور اكثر من 11 قتيل، ما جبتهم ليه؟ ولا الوطن ما واحد؟ عشان وصلت لرئيس الوزراء محاولة اغتيال وهي فيها كثير من الشكوك لانه الاحزاب ما صادقه والناس ذاتها متصدقه. ليه؟ عشان وصلت لرئيس الوزراء. ما ليه؟ الاهميه شنو انه رئيس الوزراء وباقي الناس في السودان يموتوا. انا ما ناسيكم يا ناس الاربعه مليار، انا ما ناسيكم. ما ناسيكم البته وما حانساكم وما تشيلوا هم. مش المرحوم محمود عبد العزيز عليه رحمه الله قال في شريط ليو اي قال لها ما تشيلي هم البته. يعني حتى بتذكر تقريبا ايوه الكاسيت ذاته كان بتاعه كان بيقول ايوه ما تشيلي هم البته، انا بتذكر الكلام ده. فلذلك الان نحن بنقول للاحزاب ما تشيلوا هم البته. كويس يا بني الاحزاب بكاس حق زلالي، اسمعوا الكلام ده كويس، شربنا بكاس حق زلالي. فقربا مربط النعامه مني شاب راسي وانكرتني العوالي، قربا مربط النعامة مني طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني جد نوح النساء بالإعوالي، قربا مربط النعامة مني لشعب كريم متوج بالجمال. هكذا هو الكلام. لا فنفسي على وطني إذا ما جالت الخيل في حرب يوم عضالي. لازم يعني نتذكر الوطن، القومية هي العنوان والوطنية السلام وأمان، وقبل الأحمر قبل الأزرق لازم يرفع علم السودان. وإن كانت هذه الأغنية يقصد بها الهلال والمريخ الأحمر والأزرق، لذلك نحن نقول نقصد بها الوطن ونتوحد من أجل وطن يسع الجميع. خلاص لكن يا جماعة مشكلة الفيس دي لو ما حليناها في 10 ثواني رسالتنا ما بتوصل. خلاص المشكلة دي ثواني بسرعة كويس هنحسبها هنا يا اخواننا. المشكلة بتاعت انه الحساب مهاجم الان عاملة ازعاج وعاملة مشكلة كبيرة. فشنو؟ يا ريت الناس بس تدينا 10 ثواني من وقتها تشير معانا الفيديو ده في الجروبات. للمرة الأخيرة يا ريت للتذكير والتنبيه والمحبة الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار اللي هي المشاركة، واللايك أسفل الفيديو على يدك اليمين. زايد ملصقات ملصقات بسرعة يا جماعة، خلوا معانا الفيديو يوصل وخلوا رسالتنا تمشي رغم أنف الأحزاب الاستعلائية، رغم أنف الأحزاب التي ضيعت مصلحة الوطن. ذات يوم كنا نمر بهذا الشارع يا ولدي، ذات يوم كان هنا ما يسمى بالاعتصام يا سامي وساجد، ذات يوم كان هنا نحدث أطفالنا بأنه في هذا المكان وفي تلك الأمكنة كان يشيد علما وطنيا خفاقا عاليا رفيعا. في هذا المكان كان يلتقي أبناء الشعب السوداني حسرا لا كابات ولا طواقي. في هذا المكان كان الكل يلتقي على أنسام المودة وعلى أنغام المحبة وعلى روائع السلام. في هذا المكان يا ولدي كان الجميع يعيشون بطمأنينة، وكان الجميع عيونهم مليئة بحب القومية ويتدثرون برداء الوطن. في هذا المكان يا ولدي كان هنالك الأشراف وكان الأفتارات وكان القادة وكان الساسة. ولكن في عتمة هذا الليل وفي عتمة أوقات الأصيل يا ولدي لم يسترح العساكر إلى أوضاعنا هذه. العسكر الذين أعطيناهم قفانا متأملين منهم أن يحموا الوطن ويحموا العزل لم يكن منهم إلا أن هاجمونا في ذلك اليوم. العسكر الذين فضوا الاعتصام من كل القوات التي تتبع للدولة، كل القوات شاركت في القتل وشاركت في التمزيق كما أشار تقرير منظمة العفو الدولية بالأمس. في هذا المكان كان يلتقي الجميع لا لونا ولا قبيلة ولا اتجاها. في هذا المكان
كان الكل يقول وطن يسع الجميع في هذا المكان، كان الكل ينادي بلحن رفيع ينساب في النفوذ شزم وروية يبني لنا آمال مجد تليد. الشارع السوداني يتذكر تلك الأيام، وهي أيام لن تنسى يا ولدي، ومن الذاكرة لن تمحى يا بني، ستكون هكذا. لقد كان الاعتصام عزنا يا بني، لقد كان الاعتصام عزنا، وكان فيه عددا من القادة، فكان أمثال عبد السلام كيشيا، كان هذا الرجل مليء جليس ملوك وند لهم لا يسكت على ضيم، أي لم يتعود أن يسكت على الظلم ولا على الطغيان. عبد السلام كيشيا الذي رفع اللافتة قبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد وهو يقول أخشى على ثورتنا من النخب، أي يقصد الأحزاب السياسية في تلك الثورة والملحمة الوطنية. الكلام قد يزيد والحديث قد يفيض والعبارات قد لا تكفي والجمل والألحان الحزينة، ولكن أقول كلمة أخيرة لكل شهداء الوطن، لكل من استشهدوا نقول لهم كلمة حق أخيرة: لن ننساكم ما حيينا، ولن ننساكم ما أتى الماء من رؤوس الجبال، ولن ننساكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن في حالة واحدة يمكن أن ننساكم: إذا ضاقت الجوزاء بالعقبان وضنت الأوتار بالألحان، إذا السماء ضاقت بالعقبان أو العقبان، النسور بقت ما بتحلق في السماء، وعزفت على الربابة وعلى الوتر العود وما أداك لحن ولا فجر ليك الأعواد رجعا وترديدا، حتى نحن ممكن ننسى بعد ذاك، ممكن ننسى الشهداء في حالة إذا ضاقت الجوزاء بالعقبان وضنت الأوتار بالألحان. ومن خافقي ومن سنا قصيدي وخير ما كابدت من جهودي أقول تحية للشعب المعلم، تحية للوطن المجيد، وطن الجدود نفديه بالأرواح، نجود هذا الوطن. هذا الكلام سنتحدث عنه في أوقات قادمة، ولكن الأربعة مليار ترجع يا اللجنة بتاعت العمل الميداني، ترجعوها ولجان المقاومة مش عددكم، انتوا قاعدين تمشوا تشحدوا حميتي. فارس النور قبل 3 شهور متواصل مع حميتي، ومن قبل فضل الاعتصام، لكن الحزب الشيوعي ما صادق أبا يدي المعلومة الحقيقية لأنه هو شيوعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.